هو الموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي للأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغربية. اليوم سنكمل أغنية متقشبية للمطرب عبد الهادي بن الخياط، غنعملوا فيها المقطع الثاني والمقطع الثالث، أي الجزء الثاني والثالث. الجزء الثاني سيصبح هنا عندنا نهاوند على الضوء. نهاوند على الضوء كما أسلفنا الذكر في السلم الموسيقي، السي بيمول، المي بيمول، لا بيمول، السي بيمول، مي بيمول، لا بيمول. وكنوطة حساسة هي السي بيكار، السي العادية. كانت هذه الموسيقى للمقطع الثاني، سنعيدها ببطء. ثم انا سولو للجيتار او البيلز او والان سندخل الى الغناء. هنا نعود ثاني الى رصد على الفا، رصد على الفا الذي يتكون من في السلم الموسيقي في السي بيمول والربع تون على اللا وعلى المي، ثم نكمل. راموش الغبني غربني وين فين الثاني تضوي مطولني شحال قتلني وشحال حياني ويلا كان الحق انا قلته قلبي ولساني غادي نبقى نقولو ديما ونعودو تاني ونعودو تاني تايه بيه الله
الشمس بالنار جميل واضح وباين. وعلاش يكذبني وعلاش؟ كما لاحظتم خلينا هذا المقطع الثاني. الآن سنذهب إلى المقطع الثالث والذي هو رست على الفا. مباشرة كما التالي. الشكل التالي فقط مع الممارسة والعزف تتمكنون إن شاء الله من عزفها. وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.